السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن فوائد السمسم للطيور بتاعتنا، سواء فراخ أو بط أو وز أو حمام، أي نوع من أنواع الطيور ممكن يستفيد بالسمسم. لكن إيه هي فوائد السمسم؟ وهل الفوائد اللي بيديها للإنسان هي الفوائد اللي بيديها للطائر، ولا في اختلافات طفيفة؟ ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، لأنه السمسم من أهم النباتات طبعا اللي بيتم استخراج منها أحيانا بعض أنواع الأعلاف وبعض أنواع الزيوت المهمة جدا، وبيتم استخراج بعض العناصر الغذائية منها برضو، وبتدخل في تصنيع بعض الأدوية. لذلك علينا أن احنا نهتم بالحديث عن السمسم، بس نعرف امتى ممكن نستفيد بيه وايه الفوائد بتاعته والمكونات او العناصر الغذائيه اللي فيه. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون عارفين ان السمسم او اللي اسمه في بعض المناطق التانيه الزلنجان او الجلجلان بيحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، ودي من أهم أنواع الأحماض الدهنية اللي بتدخل جسم الطائر، تدي فوائد تساعد على حرق الدهون، تمام، تساعد على تفوير الدهون مش حرق الدهون، يعني بتخلي الدهون تفور بسرعة وتتحرق بسرعة، بتساعد على الحرق لكن هي مش المسببة للحرق، لأن هي أحماض دهنية في الأول وفي الآخر. برضو في وسط الأحماض الدهنية دي أحماض أوميجا 9-6-3 الدهنية، وده كله بيساعد الطائر على فقدان الوزن أو فقدان الدهون بشكل أولي، تمام. كذلك برضو الأحماض دي أو السمسم بمكوناته مصدر قوي جدا للطاقة، بيدي الطائر شعور بالشبع، سواء الطائر ده فرخة أو بطة أو وزة أو حمامة، بيشبع الطائر لما إيه؟ لما يتناول السمسم بيدي شعور بالشبع. خد بالك برضو ده بيساعد الطائر ان هو يمنع نفسه من الاكل الكتير في بعض الحالات اللي احنا بنحتاج ان الطائر فيها اكله يقل شوية، يعني في بعض الناس بتحب تقلل كمية الاكل وشوية تقفل الشهية بتاعت الطائر فبتقدم السمسم. في بعض الاحيان لما تكون عايز الطائر يخس، عايز الطائر يحرق دهون كتير وكمان يقل وزنه، بتستخدم السمسم، لانه بيمنع الافراط في تناول الطعام، وده بيمنع تكوين الدهون عند مخرج البيض تحديدا، وكل ده بيساعد طبعا في زيادة انتاج البيض بشكل او باخر. كذلك برضو مفيد جدا في علاج مشكلة التسييف، ويقدم طبعا بعد العلاج والتخلص من الديدان، فعال جدا لعلاج الامساك عند الطيور، مضاد للبكتيريا السلبة، وبيقضي على معظم انواع البكتيريا. برضو هو منشط جنسي قوي للذكور بتاعة الطيور، سواء الديوك او ذكر البطة او ذكر الوزة او ذكر الحمام، تمام. وبيعادل السيلينيوم في جسم الطائر، وكل ده له علاقة بالخصوبة، كل ده له علاقة بالخصوبة بتاعة الطائر بشكل كبير جدا، بيخلي الخصوبة بتاعة الطائر عالية، وده بيزود انتاج البيض، وكذلك برضو بيزود انتاج اللحم الخالي من الكوليسترول او الخالي من الدهون. في بعض الناس لما بتحب تسمن الطيور بتاعتها تملها لحم، يعني بتحب ان يبقى فيها لحم صافي يكونش فيها دهون خالص، بيستخدموا السمسم عشان يخلوا الطائر بتاعهم فيه لحم صافي، لحم مفيد جدا طبعا، تمام، لكن ما بيبقاش فيه دهون خالص بسبب استخدام السمسم، لانه بيحرق الدهون الموجودة اصلا في جسم الطائر. هو طبعا بيضفي لمعة على ريش الطيور، بيزيد الريش جمال، وده بيحسن طبعا عملية التمثيل الغذائي بشكل اخر، لان ده اصلا دليل على تحسن عملية التمثيل الغذائي، ان ريش الطائر ايه؟ يبقى شكله جميل وبيلمع. دلوقتي لو احنا عايزين بنستخدمه مع الطيور، بنضيفه المية وبنستخدمه مية الشرب، تمام، وده بالطريقة اللي هتخلي الطيور تخس او تحرق دهون او نعالج عندها السمنة المفرطة او التليس في منطقة المجمع.
التليس اللي هو الدهون اللي عند مخرج البيض اللي بتسد مخرج البيض، دي مشكلة اسمها التليس. يقول لك فرخة ملايسة، فرخة ملايسة يعني عندها دهون كتيرة عند مخرج البيض، ده معنى ملايسة، تمام؟ فهو بيحرق الدهون وبيعالج المشكلة بتاعت ايه، الدهون المتواجدة عند مخرج البيض. كذلك برضو هو بيستخدم لعلاج تقشف أرجل الطيور، لأنه بيحتوي على زيت السمسم وفيتامين ه، تمام، اللي بيعمل على زيادة رطوبة الجلد، وده بيساعد في التخلص من مشكلة جفاف الجلد عند أي طائر. جفاف الجلد اللي هو الجلد يكون ناشف أو يموت بسرعة، تمام، دي مشكلة بتعالجها بالسمسم. وبما انه بيعالج الخلايا اذا بيعالج برضو الامراض الجلدية وتخلص من بعض المشاكل الجلدية، تمام، سواء التهابات الجلد عادي او جدري مثلا، الجدري، تمام، برضو بيستخدم لعلاج الجدري. طيب ممكن نستخدمه على المية وممكن نستخدمه على العلف، بس يفضل تستخدمه على العلف، يفضل تستخدمه على العلف. لو عندك الزيت بتاعه استخدمه على مية زي ما قلت لك في الاول، تمام، الزيت بتاعه تحطه على مية عادي جدا، مش هيغير طعم المية، معلقة صغيرة من الزيت على لتر المية هتكون كافية جدا. زيت السمسم الغني بالأحماض الدهنية والزيوت بتاع زيت السمسم وكل الكلام ده، تمام، فممكن تستخدمه على المية. انما لو هو خام زي ما هو فهتطحنه ناعم جدا، تخليه بودرة، تطحنه طحن شديد، وبعد كده تخلطه بالعلف خلط جيد، معلقة كبيرة على كيلو العلف الناعم للكتاكيت، تمام، او معلقة كبيرة مطحونة على برضو كيلو العلف الخشن للفراخ الكبيرة، تمام، وممكن معلقة برضو مطحونة على كيلو من بواقي الاكل عادي، مش ضروري العلف، حتى بواقي الاكل برضو ممكن تستخدم معاها ايه، تستخدم معاها السمسم. طبعا هتاخد كل الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها، فيش نقاش انها فوائد مهمة، فوائد جبارة، فوائد انت بتدور عليها كل يوم علشان تديها للطائر، وممكن تلاقيها بسهولة جدا في هذه الأكلة، بسهولة جدا هتلاقي ايه، هتلاقي السمسم بيؤثر مع الطائر بتاعك في كل المناحي اللي احنا اتكلمنا عنها، ومش هتحتاج بعد كده تشتري أدوية معينة تحللك المشاكل دي، لأ، انت خلاص كده خلصت المشكلة، وبتستخدم يعتبر دواء طبيعي، مش هتحتاج تصرف فلوس زيادة تانية وتجيب أدوية علشان تعالج كل المشاكل اللي السمسم بيساعد في التخلص منها. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.